نعم زملائي، تحية لكم ولضيوفكم ولجميع مشاهدي برنامج عصرونية، وايضا عيد فطر سعيد. احنا اليوم الثاني راح نشوف عوائلنا وراح نشوف شبابنا وايضا راح نشوف اجواء العيد بشكل عام ببغداد. بداية نقول كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة ان شاء الله. تعال من هنا لابس اصفر. اي لا ايش اسوي ملابسي؟ المفضل؟ اي لون عالتراب شوية تضيع الوضعية. لا هو يعني لون مثلا مفضل اصفر اسود. شو تحب توجه بالعيد؟ تقول بالعراق الامور يعني تهنى الامن والامان؟ لا مو من هو اي غير هنا يعني اهلي وعائلتي يعني والعراق صحه وسلامه ان شاء الله. تهني العراق صحه وسلامه؟ اي لكل شعب شعب العراقي. هو العراق امس امير الله صحه وسلامه. اي والله طبعا. وين راح تخلص هالجوال؟ والله هسه هاي نال جينا المول زيونه وبعدين نطلع نروح نشوف نفتر لو بالمنصور لو وين. اي والله صار اشتاق الشوربه. ها الشوربه تشتاق لها يعني بالفطور مو دائما، بالبدايه كانت موجوده بعدين ما عاد تقبلوا. اي وبعدين شو دور الشوربه؟ شو هو الثقيل؟ يعني حسب 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 انا في التجريب لو سمن ومرق. بس صاحبي احب الاكل. وانت بألف خير. يعني انا ما احب الاكل. شلون ما احبه؟ لا اكيد اي خاصه تيميه دولمه باكر. بس ما مبين عليك. لا انا اكال بس ما مبين عليه. ماكو ما شاء الله ضعيف. انا ضعيف زين وزني 85. والله احب اهني الشعب العراقي واهني عائلتي بالتحديد. يعني هذا تبعتهم ما بعدك ما معيتهم؟ لا شلون ما معيتهم؟ هاي مره ثانيه. هاي مره ثانيه عايتهم. امنية اريتها للعراق غير الامن والامان ان شاء الله ذا موجوده. ان شاء الله اتمنى يعني البلد يصير تطوره اكثر مثل الدول الخليجيه بالتحديد. شنو نوع التطور؟ يعني من ناحيه المباني، من ناحيه الزراعه، يعني الزراعه ماكو خبر يعني مناطق السواد. شلون يعني ارض العراق من يقول لك احسن اراضي بالزراعه؟ ان شاء الله شنو التطور للعراق والازدهار؟ ان شاء الله. ليش ما مشيت اليوم؟ تتفرج فيلم؟ قال لي تفرج فيلم قلت له امشي. تمام الشاطئ ليه تفرج فيلم؟ ايه هو قال لي تفرج فيلم قلت له امشي. يعني مو كهرباء ما عندك؟ لا لا ما عندك. كهرباء موجوده؟ موجوده كهرباء. بس انا كهرباء ما عندك. والله ضايق من بعض. يلا اتمنى لكم التوفيق. اشكرك اشكرك. شكرا جزيلا صديقي. نعم زملائي متواصلين وياكم راح نشوف بعد يعني عوائلنا وشبابنا اللي متواجدين هنا بالمول، وايضا راح نشوف انه شنو الاكلات اللي ممكن راح يشتاقوا لها بسفرة رمضان. خليك انت بألف خير. حلوة حلوة حلوة. انا بصراحة مقضيتها بس بالشغل بس حلوة. اي شو اهلي اقول لكم كل عام وانتم بخير الله يحفظكم لي. ما شايفتهم؟ لا شايفتهم شو بس ارجع بس انام. ما شايفتهم؟ شايفتهم بس يعني ما عندي وقت وياهم هواي. اي مخصصة بالشغل. احنا نعرف بالعيد زيان العيد وقت العيد اكو عطر العيد؟ اي اكو كل عطر العيد. بحي مو اكو يعني عطر العيد وهاي ناس تطلب احنا نوفرهم الطلب يعني تعتبر عطور العيد يعني مثلا قبل العيد طالبين عطور وهيك سوالف يعتبر عندهم هاي عطر العيد وهاي السوالف. عطر العيد ويحتمون. لا اه اتمنى لك التوفيق. ناس اكثر شيء شنو نام جاي تشتري بالعيد؟ تسوق كل شيء يعني اكثر شيء. الاكل احنا دائما الاكل اكل اكيد اكل غابه اكثر شيء. يا قلبك نعم مشاهدي الكرام تواصلني معكم خليكم معنا. كل عام وانت بخير. ان شاء الله عيد مبارك على الامه الاسلاميه جميعا وعيد مبارك على العراقيين كله. ان شاء الله يعم الامان يا رب والخير على الجميع. دار الامان والامن للعراق. والله يعني
أمور تتحسن بالبلد من غير الأمان والأمن، مثلاً كهرباء تستمر إن شاء الله، يعني الاقتصاد ينتعش، الصناعات ينتعش، نكتفي باللي انت طبعاً هاي أهم شيء، يعني الرواتب تكون مستمرة عموم العراق، يعني زين، يعني مو ناس تجيها وناس ما تجيها بالنسبة لكردستان، يعني هم أهم جزء من الشعب العراقي، بما أنه أنا من أربيل طبعاً. إيه فش اسمه، يعني أحب هذا الشيء يصير، يعني يعمل الخير على كل العراقيين، على كل محافظاتنا، يعني زين. أي والخدمات أهم شيء، الخدمات تتوفر بالعراق زين. أي الخدمات لعد شنو؟ أي لعد شلون؟ لعد هي شنو؟ هي مقومات. أي تحاملوا زين الأجواء اليوم، كل زين. أي يوم زين، اليوم زين، بس اكيد باكر راح يزيد الازدحام. اي اي طبعا. اي اكثر شيء راح تشتاقي له بالسفره مال الشوربه العدس. لا والله صراحه ما سويناها، بس ناويين ان شاء الله اليوم بالليل. ها جابوا اعداد. ها اليوم بالليل ما صورناها. والله لو ادري ايش يعني سويت وجبت لكم. تزين سبب ان شاء الله. ان شاء الله تسلم، الله يحفظك، الله يخليك. ان شاء الله ان شاء الله عيني تسلم، الله يحفظك، الله يخليك. خامس بنتك الله يخليك. اي بنتي خامس اعدادي. ادبي علمي. علمي العام وانتم بخير. انت بخير ان شاء الله. عبرين السادس ان شاء الله. ان شاء الله. ايش ناوي تصير بالمستقبل؟ ما ادري، هو حسب المعدل. حسب المعدل. اي بس اني امنيتي يعني تصير محاميه. متعود عادي. يعني عادي. بس يعني هو تخصصي حلمي، يعني مو مال المحاماه. وين يعني مثل مهندسه دكتوره؟ طبيبه اسنان؟ اي او دكتوره اسنان ان شاء الله تصير دكتوره اسنان. حسب المعدل، حسب القبول. اما انا هلا هلا بينا بالقبول يعني. عالسنة الجديدة مو هسه. خلي الناس تقدر تربية. شوي عليك ويا القبولات. القبولات؟ شكرا جزيلا. سعيد. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم ومتواصلين يعني جاي نشوف العوائل العراقية وايضا الشباب اللي موجودين. خليكم معنا. وانتم بألف خير ان شاء الله، وسعد جميع ان شاء الله يا ربي، ونتمنى للعراق ان شاء الله الازدهار، وان شاء الله الفرحه دوم للعالم، ويطلعنا من هاي الامه ان شاء الله يا رب، من هالدنيا المحلوه. وين ترى الحين من هالدنيا المحلوه؟ لا ابوي الله يسلمك. لا ان شاء الله بردن وسامش. اي امين يا رب، ومن هذا الوباء ان شاء الله بنخلص من عنده أمة محمد بخير إن شاء الله يا ربي، ونكون العراق إن شاء الله يا ربي أعلى وأعلى ويا العالم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ما نريد الأمان والعالم إن شاء الله. أي والله ترجع الدنيا مثل قبل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب ويخليكم أنتم إن شاء الله ويحفظكم. شهر رمضان أي سنة شو يخبل؟ لا والله بالعكس سهل، كل السهل اي حلوه وبسرعه خلص والله، بسرعه خلص. اي والله والله، ونتمنى للجميع ان شاء الله. ما حضرتك ليتي؟ والله لسان ملتهي بهالاربي الجوني. والتهي اي والله، والبارحه في دول اسم رب العالمين شلون حلوه. شو السواد؟ الحمد لله وشكرا على كل حال ان شاء الله يا ربي. الله يسلمك ويخليكم عسل على الجميع. شلونك حبيبي؟ نعم. انت مثلك هسه روح تشوبي روح العب. لا لا ايش عندي؟ لا ايش عندي؟ ليش؟ ما احب هيك اجواء يعني. لا ايش تحب انت؟ العب بس طوبه. ما العب الطوبه؟ ها؟ العب الطوبه بعيد؟ بالعيد والله صار لي فتره ما العب. جانب عمرك كنت وين العب؟ وين؟ علي وايد زهليقه دراجات. ها انت وين يعني تخلصها بس طوب؟ بس طوب. بس طوب يا صف؟ صف ثالث. ثالث. ستمن. والله امنيتي اصير لاعب طوب، بس ولو ماكو مستقبل بالعراق. اي والله ليش ماكو مستقبل؟ بعد شنو؟
وليش ما عنده مستقبل؟ بتفرغ للطوبه بس، اقول له الطوبه هم تري الشهاده، نقول له تري الشهاده الطوبه مو بس طوبه، صح لو لا؟ طوبه الشهاده بس اوازن بين الدراسه والطوبه. انت متوازن ها؟ موازنها لو لا؟ لا لا هاي ولا هاي. يلا اعطيني كلمه للعيد، شو تقول؟ كل عام وانتم بخير. من امك كل عام وانتم بخير؟ للجمهور ما اعرف شو اسمه. ما تعرف اسمه؟ العراقيين ما تعرف اسمه؟ يلا للعراقيين. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم، خليكم. اذا مثل ما شفتوا مشاهدينا ومتابعينا انه الناس والعوائل العراقيه سعيده نوعا ما باجواء العيد، وشفتوا الامنيات الامن والامان ان شاء الله يا ربي لبلدنا، وان شاء الله يا ربي يحفظكم وينعاد عليكم بالخير. العوده لكم زملائي من جديد.